خويا هو خويا خويا شكون اخاي؟ شكون تينا حيد فلاش؟ انا واحد اخاي تنسول في الناس اللي تينعتوا على برا في الشوارع. انت اخاي ديالي فيك ما تسول على الحالة كطاضة. شنو خلاك حتى وصلتي تتنعس في الشوارع؟ الظروف اخاي ديالي الظروف، دولة الحكومة وما عايشين في القصورة، احنا ناعسين في الشارع، تا واحد ما كيديها فينا، تا واحد ما كيسقسي علينا، تا واحد ما كيرحمنا. لنا الله اخاي لنا الله. اش سماك الله بعدك الاول؟ العربي اخاي ديالي العربي. العربي انا هو العربي الطنجاوي. واش انت اصل ديالك من طنجة؟ اصل ديالي من الشمال كامل، من الريف، من المغرب. مواطن مقهور اخي ديالي، الظروف خلاتني نعس في الشارع. راك تشوف هاد المال تعطات ليا واحد المرأة مسكينة الله يخليها، الكارطون وغادي طبرتها من المحطة ديالي. حتى طنجة وتين نعسو في الشوارع؟ واش اخي ديالي، طنجة، تطوان، كلشي في اي محطة مشيتي في اي شارع كتلقى المتشردين. ما تحكمش على المظاهر غتقول داك شمكار، والله قسما لك بالرب اخي ديالي احنا ولاد العائله، ولكن الظروف اللي خلتنا نعسو في الشوارع. الدوله سرقت لينا فلوسنا، سرقت لينا كلشي، خلتنا نعسو في الشوارع. ما كنت خدام مزيان بيغ، خلوني في هاد الحاله الله يخلصهم اخي ديالي. امين. دابا كنفكر اخي ديالي كنمشي للقصر الصغير، كنضرب تحت الكاميون شي نهار غنمشي كيضربوني تماك الحنوش ديما. واش بغيتي تحرق؟ واه فين غادي اخي؟ مشي اخي ديالي نمشي لاوروبا، نطلع لغرب. انا هاد البلاد صافي طلع ليا فراس، ما كاين لا قانون لا والو، كاين غير باك صاحبي في هاد البلاد. باك صاحبي عندك مرحبا، ما عندك شي الله يعاون ما كتسوى والو، انت بحال شي حيوان. شي اللي كاين اخي كذب عليك، ديك الكذاب يقول لك ان هاد الدوله فيها القانون، القوي ياكل الضعيف، ولكن احنا عندنا الله. انا 4 شهور على هاد الكرطون كنموت بالبروده، حتى واحد ما داها فيا. مشيت للسبيطار جاو علي قال لي سير الموسخ. المواطن اخي ديالي علاش ما كيحترموناش؟ في اوروبا الحيوان عنده قيمه، احنا في هاد البلاد ما عندناش قيمه. انا كنحيي من هاد المرضى الروافه الرجوله، فيفا ليكم، العز ليكم، كتهضروا على الحقيقة. الله يحفظك خويا. شحال وانت هنايا في الشارع؟ 4 شهور اخي ديالي 4 شهور، ولكن نعست في واحد العام كنت في قنيطرة، تعداو عليا تماك ضربوني، اجيت لطنجة ما كايناش الرحمة قسما بالله. كنت كنبيع الديطا يضربوني، حيدوا لي الكارو، ضربوني البوليس اخي ديالي. البوليس خويا باش كتحس في هاد الشارع؟ باش كنحس الاحساس اللي كنحس بيه انايا ما غيحسش شي واحد كيسكن في الدار، عنده المال طاط، عنده الماكله. انا كنحس بهاد الشيء وكنقدر الظروف الناس اللي عايشين في الشارع بحالي على الكرتون. في شهر واحد اخي ديالي كنتجمدوا في الشارع، كيرميو علينا الزبل، كيضربونا. انا مواطن، باش انا مواطن اخي ديالي بلا كارت ناسيونال، باش انا مواطن بلا كارت ناسيونال، ما عندي لا سكن لا تعليم لا حق لا صحه والو اخي ديالي. باش انا مواطن اخي ديالي، عطيوني الطريق نمشي. انا نمشي لطنزانيا ولا هاد البلاد. الشي اللي كاين اخي كذب عليك، الكذاب يقول لك ان كاين القانون. قانون والو، ارى عندك، ارى عندك، يعني باك صاحبي كيتصرف، ما عندكش سير تموت. ما جربتيش من شي بلاصه اخرى؟ ما مشيتيش للناظور ولا لتطوان؟ مشيت مشيت، انا دزت المغرب كامل حالي هي الفقر والتهميش والبطانه. انا قاري اللي كان قاري القانون وكنهضر معك اخي ديالي، انا متشرد قاري. علاش انا ما تكونش عندي بلاصه في الحكومه نخدم حتى انا ونحس بولاد الشعب؟ كاينين غير الشفارين في ديك الحكومة، السراقين النعابين ديال المال الشعب. خويا الكلمة الأخيرة. ها؟ الكلمة الأخيرة. أخي ديالي شنو نقول لك؟ بعد انتينا صحافي ولا؟ أخي أنا مواطن عادي. انتينا مواطن؟
تكون ديك القنوات المخزنية الصرف الصحي اللي ما كيبينوش الخبر نيشان، اش ما كيمشيش للشارع انهم يصوروا الحقائق الواقع ديال المغرب، كيصوروا لنا غير رشيد شو الدوزيان لالا العروسة المنتخب تأهل، ما عندنا ما نديروا بهذا الشيء بهذا المنتخب، المنتخب وما احنا يجمعونا من الشوارع وعطينا الحق ديالنا، والعز ديك الرواف الله يعطيهم الحق مساكن راه الرجال هادو، علاش حنا ما نوضوش هنا في طنجة في تطوان نديروا حقنا حتى حنا باش تكون عندنا بلاد زينة صاحبي، خسروا هاد الشفارة الكمارين ديال بلاد الحرام. هادشي اللي كاين اخويا شي جوج دراهم نشري بيه شي خبز الله يرحم يماك اخي العرب. واه اخويا دي هي الحالة اخي ديالي.